يبدأ إمري بالاتفاق مع هكران. ستكون ملاك أفضل مع ذكريات والدتها والتواصل الاجتماعي. ياليز لا يستطيع أن يتسامح مع قرب ملك وهكران، وبغض النظر عما يفعله، لا يستطيع أن يجعل هكران يسقط من عيون إمري. يدرك أنه يحتاج إلى كسب تأييد إمري ويبدأ في التقرب من ملك، لكن ملك تخاف منه. بدأ إمري في التليين، يعطي هكران الإذن بإخراج ملاك. تتفاجأ هكران بوجود صورة مارال وملك بجانب سرير ملاك. إنه سعيد لأن إمري جاء إلى كلماته. عندما يمرض إيبو الذي يجمع الورق في الحي، تعيده إليف إلى المنزل وتعتني به. عندما يأتي هكران يعتني بها. من ناحية أخرى تشعر كيريمان بعدم الارتياح لوجود إيبو في المنزل، ومن أجل إثارة إعجاب إليف التي نشأت بدون أب، قرر بيركاي أن يتعامل معها بعطف الأب. تواصل هكران العمل لكنها مستاءة جدا من إمري. من ناحية أخرى إمري مصمم على معرفة من وضع المال في حقيبة هكران. تعتقد يليز أن الهدية التي اشتراها إمري هي لها. عندما يضغط إمري على يليز، تعترف يليز بأنها وضعت المال في حقيبة هكران. هكران يأخذ ملك إلى الحديقة. ملاك تخرج لأول مرة. إمري يحذر هكران من إخراج ابنته دون سابق إنذار. إمري يدعو يليز وهكران إلى غرفته. يطلب إمري من يليز أن تعتذر لهكران، ويطلب منها أن تقدم الهدية التي اشتراها إلى هكران. تظل يليز مصدومة. لا تستطيع أليف الذهاب إلى محل الحلويات عندما تقضي وقتا في ورشة التصليح. جلال يتصل بإليف لكنه لا يستطيع الوصول إليها. يغضب جدا. يسقط بيركاي الساعة باهظة الثمن على معصمه. تتساءل أليف عما تفعله ساعته الباهظة الثمن. يقول بيركاي أن أحد العملاء أسقطه وسيعطيه للمالك. يأتي درويش وأليف إلى المعجنات. يفهم درويش من تصرفات جلال أن هناك شيئا خاطئا معه. خطاب ملاك يجعل الجميع في القصر وخاصة إمري سعداء. تضع إليز خطة جديدة لإنهاء وجود هكران في القصر. الغرض منه إنه لإيذاء كبرياء هكران، وهكذا سيترك هكران وظيفته. تضع إليز بعض المال في حقيبة هكران لكي يعتبرها إمري بمثابة مكافأة لجعل ملاك تتحدث. سوف يقوم إمري بمصالحة هكران لإيذائها فيشتري لها هدية. تجد هكران المال في حقيبتها. إن منح إمري أموالا إضافية لها يؤذي كبرياءها. يواجه هكران إمري ويعيد الأموال، ويقول إن كبرياءه مجروح للغاية لكنه لم يترك وظيفته. من ناحية أخرى لا يفهم إمري ما حدث، ويظل في حيرة من أمره. علمت إليف أن بيركاي يعمل في ورشة التصليح، وبدأت في الإعجاب ببيركاي. إمري يتجادل مع هكران بعد أن واجهت ملك أزمة. ملك تنادي هكران لا تذهب. يتفاجأ الجميع عندما تتحدث ملاك بعد سنوات عديدة. ماذا حدث في الحلقة الخامسة من الهجرة التي بثت يوم الجمعة 11 من نوفمبر؟ هكران على قناة كانال دي بحلقتها الجديدة بجودة HD. عندما تقول يليز أن أزمة ملك هي بسبب هكران، يتم طرد هكران. يتجادل إمري وهكران حول حرمان ملك من ذكريات والدتها مارال، لكن إمري ما زال لا يطرد هكران. يليز تهدد ملاك بالقول إن هكران سينتهي بها الأمر مثل والدتها. ملك تنسحب من الخوف وتبتعد عن هكران. عندما يأتي إمري إلى القصر، تواجه ملاك أزمة مرة أخرى. عندما تقول يليز أن هذا بسبب هكران، يتم طرد هكران. بينما تحزم هكران أمتعتها وتغادر القصر، تنادي ملك لا تذهبي. يتفاجأ الجميع عندما تتحدث ملاك بعد سنوات عديدة. لم يقم درويش بتعيين بيركاي كمتدرب، لكن بيركاي لم يستسلم. أخيراً قام درويش بتعيينه كمتدرب. عندما تأتي إليف إلى ورشة التصليح، تتفاجأ عندما ترى أن بيركاي قد بدأ العمل كمتدرب.
إمري لا يمانع في نوم ملك وهيكران في سريره. تأتي خطة إيليز بنتائج عكسية، لكنها الآن ستلعب بقوة أكبر. تتلاعب ييلزبا هيكران وتخبرها أن متعلقات ميرال موجودة في مستودع القصر. هيكران التي تتجاهل القواعد وتدخل المستودع الذي قال إمري إنه لن يتم دخوله أبداً بناء على تعليماته الخاصة، تواجه ملاك بماضيها في المستودع المليء بذكريات والدتها. تدخل ملك في أزمة عندما تستمع إلى أغنية أطفال بصوت والدتها. تخبر يليز إمري أن هيكران وضع ملك في المستودع. يأتي إمري إلى المستودع غاضباً، يرى أبنته تعاني من أزمة ويحاول هيكران تهدئته. يأتي بيركاي إلى محل الحلويات مرة أخرى وتنزعج إليف وتطرد بيركاي. يبحث درويش شقيق كريمان عن متدرب في ورشة إصلاح السيارات الخاصة به. يكتشف بيركاي هذا الأمر. لكي يكون قريبا من إليف يخبر درويش أنه يريد أن يأتي ويعمل كمتدرب. عندما دخل إمري غرفته يشعر بالصدمة عندما يرى ملك وحسنان نائمين في سريره. هيكران معجب بوضع ملاك ويقرر البقاء. يليز تغضب. إمري يلوم هيكران على تدهور حالة ابنته ملك. عندها يستقيل هيكران. نجحت خطة يليز. سوف يغادر هيكران القصر، ومع ذلك إمري لا يريد أن يغادر هيكران. هيكران معجب بوضع ملاك ويقرر البقاء. يليز تغضب. يعتز هيكران بذكريات مارالي التي يمنع ذكر اسمها في المنزل. لم تشفى ملاك بنسيان والدتها، بل بتذكر اللحظات التي قضتها معها. بخطة يليز، ملك وهيكران ينامان في سرير إمري. عندما دخل إمري غرفته، يشعر بالصدمة عندما يرى ملك وحسنان نائمين في سريره. يأتي بيركاي إلى محل المعجنات ويبدأون في الدردشة مع إليف. ينزعج جلال من اهتمام بيركاي بإليف. عندما تقضي هيكران وقتاً مع ملاك، تتشكل رابطة بينهما وتقبل عرض إمري. صديقة إمري يليز غاضبة جداً لأن هيكران هي جليسة أطفال ملك. سبب صمت ملك شهد وفاة والدته عندما كان عمره 4 سنوات فقط. وفي الواقع لم تنتحر والدتها مارال. يليز ملكي التي تسببت في وفاة والدتها وشهدت عليها وهددها بعدم إخبار أحد عن هذا الحادث. تسبب هذا الوضع في صدمة لملك ولم تتحدث منذ ذلك اليوم. بعد معرفة نقطة ملكي الحساسة، تضع يليز خطة لطرد هيكران.